الافاضل اينما كنتم شعب ادب وفلسفه عاودنا ولينا وبقوه كما وعدتكم باللي مش راح نسمح فيكم تلاميذ الافاضل الاسباب فقط رانا عاودنا ولينا ان شاء الله ما نعاودوش نحبسوا والحصه الجايه ان شاء الله راح تكون علوم تجريبيه درسنا اليوم شنو هو الوحده الثانيه نستهلوها بدرس العداله الاجتماعيه لمعلوماتك العداله الاجتماعيه هو الدرس الثاني في الوحده رقم 2 يعني نقراو الاخلاق موراها نقراو العداله الاجتماعيه يا شيخ واش نقراو في العداله الاجتماعيه عندنا فكرتين اساسيتين تبعني من فضلك عندنا ما قال واسمع اصل العداله الاجتماعيه بين من ومن بين التفاوت والمساواه احفظها لي السؤال الاول ينطرح لنا حول التفاوت والمساواه اللي هو بكالوريا 2011 بكالوريا 2014 بكالوريا 2017 نجم يكون بكالوريا 21 عشلالة كما ناجم يطرح لنا سؤال حول العداله الاجتماعيه بين من ومن بين اسباقيه الحقوق والواجبات يا استاذ فهمني معليش وش هو الفرق بين المقاله الاولى والمقالة الثانية الفرق بين المقالة الأولى والمقالة الثانية أنه هذه تتحدثنا على أيهما أسبق أسكو تسبق الحقوق نعطوا للفرد حقوق أم الفرد يعطينا واجبات وبالتالي سؤال شكون يعطي الحقوق بشيخ باينة يعطي الحقوق شكون يعطي الحقوق الدولة شيخ شكون يعطي الواجبات الفرد وبالتالي السؤال راح يكون إذا كان من الضروري أحدهما المبادرة فأيهما يبادر هل تبادر الدولة بإعطاء الحقوق أم يبادر الفرد بأداء واجباته اسم المشكل في هذه المقالة نقول ونكرر شكون يجي الأول أسكو يجي الحقوق باش يجي واجبات إذا حبينا نأسو عدالة اجتماعية أيهما أولى هل باحترامنا بإعطاء الحقوق للأفراد أم أن نطالب أداء الواجبات بالنسبة لهم إذا صراع بين من ومن صراع بين فلاسفة العقل الاجتماعي لهما جون لوك جون جاك روسو وهوبز ضد شكون فلاسفة أخلاق مثل كانت يعني كتبوه كانت مثلا دوركين مثلا شكون اوغوست كونت اذا سجل عندك من فضلك المقاله الاولى تهدر على مقاله على الفكره اللي هي تجسيد العداله الاجتماعيه بين من ومن بين الحقوق والواجبات نبداو علمتك في عده افكار وعده مقالات كيفاش نكتبوا مقدمه وتلميذنا الفاضل يقدر يدي 4 على 4 من المقدمه اسمعني مليح تلميذي يقرا عندنا مليح يقدر من المقدمة شعر يدي 4 مقدمة وش قلنا فيها فيها تمهيد اللي هو مدخل عام موراها وش نعرفه العدالة وش هنا ما نبازيوش بزاف على العدالة نبازيو عليه على الحقوق وما ديك نعرفه وشنو الواجبات نديرو اختلاف الآراء حول ماذا حول الأسباقية وش يقولوا له اختلفت الآراء هنالك من يؤكد أن العدالة تشترط التقديس أو أولوية ماذا الحقوق من منطلق طبيعة البشرية الإنسان قلنا بالإنسان يحب الحقوق ما يحبش الواجبات كي يخرجوا الناس برا يديروا مظاهرات يخرجوا على حسب على جال الواجبات ولا على جال الحقوق باينه بلي الناس تخرج على جال الحقوق سما الناس يتهمها الأشياء ويتهمها مصالحها مصالحها ماهيش الواجبات معها راهي شنو بالحقوق اذا فلاسفه العقل الاجتماعي يربط العداله بمد اولويه الحقوق بالمقابل الموقف الثاني يربط العداله الاجتماعيه باسبقيه الواجبات ومن بعد كان نطرح اشكال ايهما اسبق هل هو الحق ام الواجب هل من العدل ان نطالب الناس بحقوقهم ام نمكنهم من واجباتهم جماعه نبداو فكره عامه انسان كان يعيش من حياه الفطره كان يعيش قانون الغاب سما نبداو دائما نبداو شنو تمهيد واحد ها نبداو بتمهيد وما ديك اثنين واش نديرو نديرو تاع تعريف واش نعرفو جماعه نبداو بالتمهيد نبداو بالحياه انتقال الانسان من الحياه الطبيعيه للحياه السياسيه تقولي استاذ الانسان كان يعيش حياه طبيعيه تسودها الفوضى تمشي وفق منطق الغاب القوي ياكل الضعيف ما كانش كاينه قوانين من بعد كاتوش الصاجمه انشانا الدوله انتقلنا الى المرحله السياسيه اين هنالك اصبحت قوانين تنظيميه فاراد ان يجسد الكثير منها المبادئ والقيم في اولى هذه المبادئ والقيم هو شنو العداله سي بون طحنا في العداله مورا واش نديرو جماعه تعرف في العداله ملاحظه هنا ما نعرفوش العداله هنا نعطو فكره على العداله اعطاء كل احفظكو عليه لو كان تقول العداله اعطاء كل ذي حق حقه راك تعرف هكذا قولي نقصد بالعداله هي الاستقامه سي بون
احنا عندك نعرفوها هنا بزاف، بصح اللي يهمني في المقاله هذه ماشي عداله قد ما يهمني تعريف الحقوق وتعريف شنو الواجبات. شيخ وش معناتها حقوق؟ سجل عندك الحق لغه هو الشيء الثابت الذي لا يجوز انكاره، واحده. ثانيا شيخ وش معناتها الحقوق؟ هي جمله المكاسب التي يقدمها القانون للفرد، سواء كان مكاسب ماديه سواء كان مكاسب معنويه. وان لم تقدم الدوله الحقوق يحق للفرد ان يطالب الدوله بها. دونك انا جزائري ما عطونيش حق في السكنه، باينه بلي نخرج ونطالب بحقوقي. الساكت عن حقه شيطان اخرس. ممتاز. شيخ شمعت الواجبات؟ كنت قاعد في الترام، شفت امراه كبيره دخلت، قادر نوض ونعيط لها تقعد، قادر ما نوضش ما نعيط لهاش، بصح نضت وعيطت لها. واش معناتها الواجب؟ يعني الذي يكون فعله اولى من تركه. نجم ندير نجم نديرش، تو شنو انا ندير؟ هذه عيطوا له شنو عيطوا له الواجب. واليوم نعيط نقريكم واجب كانت، واجب دوركيم، والفرق بين الواجب تاعك الاجتماعي والواجب الاخلاقي، سواء عند كانت سواء عند مسيو دوركيم الفرنسي. هكذا مورا واش نديروا؟ باينه اختلاف الاراء بين من ومن، بين اسبقيه الحقوق واولويه الواجبات. وما ديك شنو جماعه نطرحوا اشكال. سمع الخطوه الثالثه تعرفوها كاع، الاختلاف موراها وشنو؟ طرح الأسئلة. تلاميذ الأفاضل على بالكم بلي احنا لا نكتفي بسؤال واحد، نحن نطرح عدة أسئلة، وهذا من خصم المقدمة عليها أربعة على أربعة. ما تكون إن شاء الله فهمتون سي بون. ندخلوا في الأفكار، ندخلوا في الأفكار. علاش قالوا بلي الحقوق أسبق من الواجبات؟ أول حاجة العدالة، شكون دافع على هذه الفكرة؟ فلاسفة العقد الاجتماعي. ونقدر ندخلوا حتى هنايا يا جماعة، نقدر ندخلوا سقراط. سقراط كفيل من فلاسفة القانون الطبيعي، صح القول، يقول بلي العدالة الاجتماعية مرتبطة بالحقوق أكثر من الواجبات، وذلك الدليل في التعريف. العدالة كي عرفناها قلنا هي إعطاء كل ذي حق حقه، ما قلناش إعطاء كل واجب واجبه، هكذا. وبالتالي العدالة ارتبطت بالحقوق أكثر من الواجبات، هذه وحدة. حاجة ثانية يا جماعة، ثانية عفوا، كاينة حاجة تعرفوها باللي هي وشنو؟ أفضلية. وش معناتها؟ إن الحقوق أفضل من الواجبات، لأنها تعبر عن الطبيعة الإنسانية. عطينا مثال في المقالة تاعنا بالعامل، تأكيد راح تخدم، حاجة الأولى تحوس عليها وشنو هي؟ حقوقك. لاسيرونس شحال تخلص، شحال تريح معاه. والواجبات ما تحوش عليهم كامل، سما هذه طبيعه وشنو بشر؟ بشريه، كل انسان يحب نفسه سي بون. صح قلنا اسبقيه زمنيه. شنو معناتها اسبقيه زمنيه؟ اسبقيه المجتمع الطبيعي على المجتمع السياسي. شكون جا الاول؟ جا الطبيعي ولا السياسي؟ باين الشيخ جا المجتمع الطبيعي، الطبيعي واش يعرف؟ الحقوق. ومن بعد جا الواجب، شكون؟ جا المجتمع السياسي، السياسي شكون يعرف؟ الواجبات. تسمى اسبقيه الحقوق عن الواجبات، سجلها مليحه، اسبقيه الحقوق على الواجبات من منطلق اسبقيه المجتمع الطبيعي على المجتمع السياسي. وبالتالي راح ندافعوا على منع الحقوق. مره بطندراسه سقساوه، قالوا له هل يمكن، كان حاكم لاهاي محكمه العدل الدوليه، قالوا له هل من الممكن ان نتحدث عن عداله اجتماعيه في حقوق بحقوق دون ان نذكر واجبات؟ وش يقول لهم جماعه؟ للفرد كامل الحقوق المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وله واجب واحد. وشنو هو الواجب؟ هو الدفاع عن هذه الحقوق. ماذا نستنتج أستاذ؟ نستنتج أن العدالة الاجتماعية تستلزم ماذا؟ الحقوق أكثر من الواجبات، والإنسان عنده واجب واحد والدفاع عن حقوقه. ما تنسوش تحكونا على المنظمات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، الثورة الفرنسية، لما قالتكم الغاية من قيم أي جماعة سياسية هو ضمان الحقوق. كفكرة عامة الحقوق أسبق من الواجبات، لكن نلاحظ نقد وش قلنا في النقد يا جماعة؟ قلنا لكن نلاحظ أن سبب سقوط سكون الدول وشنو هو كان؟ الحقوق. عطينا مثال بمن؟ بالربيع، بالربيع العربي، وين شفنا كاينه بزاف ناس ولا كاين بزاف دول سقطت نتيجة شنو؟ المطالبة بمن؟ بالحقوق. حاجة ثانية أهملوا الواجبات. حاجة ثالثة جماعة اسكو الأسباقية الزمانية مبرر؟ هذا ماهوش دليل بالحق أفضل من الواجب باسكو سبقاته زمانيا. وبالتالي نلاحظ أن المجتمع
ولا الفكرة القائلة بأن الحقوق أسبق من الواجبات هي فكرة ناقصة جدا، لأن الأسباقية الزمنية ليست مبررا كافيا للأولوية. الفايدة ماشي في اللي سبق، فايدة في اللي صدق. صافي دير باب اللي جا الحقوق جات قبل الواجبات، حاب يقبل الواجبات ما عندهاش معنى. تظهر الفكرة الثانية يا جماعة هي شكون؟ بزعمة ومن ومن؟ بزعمة فلسفة الأخلاق كانت، بزعمة علماء الاجتماع دوركيم أوغوست كونت. واش يقولولنا؟ يقولنا بلي الواجب أفضل من الحقوق. لماذا؟ لأن الحقوق فيه منطقة ذاتية. زوج خاوة على من يضربوا؟ يضربوا على الواجبات، يضربوا على الحقوق، يضربوا على الورث، يضربوا على صوالح. ثم شتوك شنها زوج متضاربين في الحومة يقول لك باللي اليوم أنا نقي ولا أنت تنقي الحومة. الناس ما تضربش على الواجبات، الناس اللي متضارب تضرب على الحقوق. استنتج علماء الاجتماع وعلماء شكون الأخلاق وعلماء الدين، حتى الدين الإسلامي كيقولوا أوجاب الشرع، بمعنى ماذا أوجاب الشرع؟ ألزام. فهمنا؟ سما بكري كنا نقول الواجبات حب تدير حب ما تديرش. دوك المجتمعات الحديثة ولا تعطي قيمة مطلقة لمن؟ للواجبات. كي تقول لي واجب الخدمة الوطنية تقدر تديرو ما تديروش ولا غير ديرو بلا مزيتك؟ نبداو نشوفوا الواجبات. خوتي جدي وجدك وجدودنا كاع اللي حاربوا فرنسا ضحاوا أغلى حق اللي هو وشنو؟ حق الحياة مقابل القيام بالواجبات. من هذا المثال نستنتج أن الواجب أفضل من الحق. هذاك الجندي اللي مات في سبيل الوطن تعطيلو ملاير واش يدير بيهم؟ راه مات، راه غل ضحى بأغلى حق حياة عنده. تاني مثال قبطان السفينة، لما السفينة تغرق آخر واحد يفكر بالهرب هو شكون؟ هو قائد السفينة. هذا يدل على الواجب تاعو. شكون علي من قسمنا الواجب؟ قسمنا الواجب إلى قسمين. واجب كانت هو واجب وشنو؟ أخلاقي. افعل الخير من أجل الخير. كي ندير فيك خير ماشي باسكو نخافك، ماشي باسكو نحبك، درت الخير فيك باسكو أنت إنسان وأنا إنسان. وبالتالي كانت واش دار؟ قال لك باللي نديرو فعل ولا نبالي بالمقابل. إن التاجر الذي يعامل زبائنه معاملة لائقة عند كانت هو فعل غير أخلاقي. شد كي واحد يتهلا في يقول لك خو تروح الحانوت تاع الحوايج، السلام عليكم خويا واش راك لاباس كدايا، هذاك معامله لا اخلاقيه بالنسبه لكانت. راه يحوس على دراهم، فهمنا؟ تسمى كانت حاب يدير، حاب يقول لكم الواجب من اجل الواجب، يعني الواجب من اجل شنو؟ الواجب. على درت فيك الخير باسكو درت فيك الخير، ماشي درت فيك الخير باسكو حتخلصني، ماشي درت فيك الخير باسكو خافك. الإكراه على الفضيلة لا يصنع الرجل الفاضل، والإكراه على الإيمان لا يصنع الرجل المؤمن. هذا هي كانت. موراها حكينا على دوركين في فلسفة الاجتماع، قلنا الواجب، الواجب واش من الواجب؟ الاجتماعي. قال لك لو اسمع بك في الواجب الاجتماعي واش قال؟ هو أوغوست كونت نبدأ لكم دوركين. قال لك لو قام كل شخص بواجباته لا محتاجنا إلى وشنو؟ إلى حديثنا لمن؟ على الحقوق. لكن أنت درت الواجب تاعك، وأنا درت الواجب تاعي، وفلان دار الواجب تاعو، ما نسحقوش حقوق. عبالك باش يقول ليس للفرد حقوقا بل عليه ماذا؟ واجبات. زيد أوغوست كونت نصح المجتمع الدولي بنزع كلمة حقوق من القاموس السياسي. لازم نروحوا للقاموس السياسي ونحو كلمة حقوق. سبب البلا وشنو هو؟ حقوق. لذلك قرر انتزاع. ما تنساش بلي الفلاسفة الاجتماعي هما ثلاثة، جون لوك، جون جاك روسو وهوبس. اوكي سمعنا الصراع بين من ومن؟ فلسفة الأخلاق، فلسفة الدين. قلنا الدين أوجب أوجب الواجب، سما هو بالفرض ضرورة. قلنا الواجب الاجتماعي عند من؟ عند أوغوست كونت. سما الصراع بين فلاسفة العقل الاجتماعي والقانون الطبيعي ضد فلاسفة الأخلاق والدين وحتى علماء الاجتماع. ما يعاب على هذه النظرية أن الدولة استغلت فكرة الواجب. الحاجة الأولى، ولات الدولة تطالب الأفراد بواجباتها ولا تعطيهم شنو؟ حقوقهم. وبالتالي هنا ثاني كبررت الاستغلال واحدة. دوزيامو الأفكار هذه ما تتحققش بداية مع من؟ مع كانت، لسببين. السبب الأول أخلاق فكرني كانت لا تتحقق. وش معنى هذا الشيخ؟ شكون هذا اللي يدير الواجب من أجل الواجب؟ نعاود نفكركم، كانت يقول لك بلي أنا كي ندير الخير ما نستناش منك مقابل. أسكو نلقاو في الدنيا هذه إنسان كيما كانت؟ أخلاق كانت لا تحقق، سي بو. قلنا حتى أنها لا تتجسد. ثانياً نفس الفكرة، تتطلب وعي. خوتي باش نلقاو، أي نروحو للجزائريين، أنا نولي رئيس جمهورية،
نقول لهم مشروعي الانتخابي وشنو هو، نسبقوا الواجبات على الحقوق. واحد ميفوطي عليا قال لك انا حنفوطي عليك باش تعطيني حقوقي، مش انا باش نعطيك واجبات. سبب باش واحد اول ولا يعطي اولويه للواجبات على الحقوق، واش لازم له؟ لازم له وعي، وهذا ما يفتقده اغلب بني البشر. حاجه ثلاثه جماعه، فكرة الواجب فكرة ميتافيزيك لم نجدها على أرض الواقع. استنتجنا يا جماعة وشنو الفكرة تاعنا أساسية المقالة الأولى، نعاود نكرر جماعة أنه كاينة أسبقية حقوق على الواجبات وعندهم مبررات، كاينة أسبقية الواجبات على الحقوق وعندها مبررات إلى غير ذلك. حتى فكرة كما قلت لكم فكرة الثالثة تاع الاجتماع، حتى اجتماعيا يصعب من هذه، حكيتها لكم من الجانب الأخلاقي، هذه يصعب من الجانب الاجتماعي، يعني ما نلقاوش مجتمع الجانب الاجتماعي، ما نلقاوش مجتمع يقدر يوفق بين ولا يقدر يأول ولا يعطي قيمة للحقوق على حساب الواجبات. والتركيب بين بلي تكون علاقة تكامل، لا وجود لحق دون واجب ولا يوجد لواجب، إنها علاقة تلازم. ينبغي على الفرد أن يقوم بواجباته احتراما للدولة، كذلك لكي يصبح الفرد مشروع يجب على الدولة أن تعترف به من خلال صياغة حقوقه الأساسية. إذن علاقة تكاملية بين الحقوق والواجبات، هذه الفكرة رقم واحد. وروح معايا الفكرة رقم اثنين، بعد ما شفنا جماعة المقالة الأولى بين شكون وشكون، بين فلاسفة الاجتماع والدين والأخلاق لما سبقوا الواجبات على الحقوق، راح نشوف كذلك العقد الاجتماعي بزعامة هوبز، بزعامة جون لوك، بزعامة جون جاك روسو وغيرهم من الفلاسفة، وولف، بيتون دراسل، كثير من الفلاسفة، سقراط، الذين دافعوا لمنع الحقوق. السؤال هو مطروح الآن، فهمنا يا أستاذ بلي كاين أولوية بين الحقوق والواجبات. السؤال هو مطروح، واش نجم يطرح لنا في البكالوريا كسؤال ثاني؟ روح باك 2011، باك 2014، باك 2017، دورة ثانية، ما قال بين التفاوت والمساواة. شيخ معناتها ما قال بين التفاوت والمساواة، كيف نجسد العدالة الاجتماعية؟ هل من خلال إقرار مبدأ التفاوت أين نجد حقوقا عند البعض ولا نجد عند البعض الآخر، وبالتالي شنو متفاوتين؟ واش معناتها اللي عنده واللي ما عندوش ماشي كيف كيف، العالم والجاهل ماشي كيف كيف، وبالتالي كاين اختلاف. بينما الموقف الثاني وشي آمن بالمساواة. شيخ واش معناتها المساواة؟ كلنا سواسية، كلنا لدينا التكافؤ وين في الفرص. استنتجنا بالمقالة الأولى تختلف عن المقالة الثانية، خاصة في توزيع الفلاسفة. نبدأ شكون اللي آمن بالاختلاف؟ أول حاجة التفاوت، ما هي حججهم؟ أول حاجة اختلاف الأفراد. قلت لكم يا جماعة المجتمع لا يعطي نفس الحقوق، لماذا؟ لأن الأفراد مختلفين، مختلفين في مستوى الجسم، مختلفين بيولوجيا قصدي، يعني مختلفين اجتماعيا، مختلفين حول المواهب. سي بون، سما كان اوتوماتيكمون نلقاو الذكي ونلقاو الغبي، نلقاو القوي ونلقاو الضعيف، نلقاو الفقير ونلقاو الغني، اوتوماتيكمون ما عندهمش نفس الحقوق. سما هذه هي الفكره العامه. هل من العدل، اسمعوا مليح، في التفاوت، هل من العدل ان نسوي بين من يجيد العديد من اللغات وعنده شهادات عليا، وهذا انسان راح يكون منتج، سمعتوني، راح نسووه بانسان ما يعرف يدير والو، حكم دائما الصور، مستهلك، فرق شاسع. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. حتى في الإسلام شفنا التفاوت، اليد العليا خير من اليد السفلى، وبالتالي جماعة راح نشوفوا التفاوت. شو حاب يقول؟ وش معنى التفاوت؟ حتى أفلاطون في الجمهورية يا ناس، قلت لكم بالأفلاطون هضر على حاجة واسمها الجمهورية. شيخ وش معناتها الجمهورية؟ وين أفلاطون بين لنا باللي كاين اختلاف من خلال وجود ثلاث طبقات، طبقة العبيد ما عندها ولا حقوق، طبقة المتوسطة الجنود، والطبقة الطبقة العالية هي شكون؟ طبقة الحكام والفلاسفة. يقول لك باللي الحقوق عند العبيد ما كاش، عند الجنود عندهم حق، عندهم بعض الحقوق، الفلاسفة والحكام عندهم كل الحقوق. تلميذ شكون؟ أرسطو ميز بين طبقة شكون؟ العبيد وشكون؟ والأسياد، طبقة العبيد الذين لا يمتلكون أي حق، عنده والو، بينما الأسياد عندهم سيبون، عنده حق المواطنة، عنده الحرية، عنده السياسة، عنده كلش سيبون.
وين قطينا حتى مثال تعمل انت أليكس كاريل مش تشبلي البلدان متقسمة يا ناس. زاير كان جزء شمالي متطور كان جزء جنوبي متخلف. فرنسا كيف كيف البرازيل كيف كيف كثير من الدول تعمدت وشنو تقسيم، وهذا التقسيم لا يرجع نتيجة الصدفة نتيجة العرف الاجتماعي نتيجة القدرات البيولوجية. في العصر الحديث قسمناها ما بين هيجل ونيتش. هيجل عنده الأفراد تفاوت بين الأمم وهذا عنده بين الأفراد. سمعتوني شيخ وشنو هو الفرق بين هيجل ونيتش؟ نيتش عنده تفاوت بين الأمم أوكي؟ هيجل وش عنده تفاوت بين وشنو؟ بين الأفراد. وش معناها؟ حب يقول باللي كانت في كل عصر دولة تحتل دول باقي الدول الأخرى، ففي كل عصر تظهر أمة، هذه الأمة وش تدير؟ راح تحتل باقي الدول. وهيجل برر الاستعمار وهذا نقد في حد ذاته. شتو الدولة العثمانية لما ولات قوية توسعت واحتلت. شتو الجزائر كيفاش كانت في الحوض البحر الأبيض المتوسط فيما مضى كيما راهي الملكة اليوم. سبب هيجل مع التفاوت الأمم وين قسم المجتمع الإنساني إلى خمسة أقسام، أولهم الجرمان وآخرهم اليهود أبخس الأجناس بالنسبة لهيجل. تفاوت عند الأفراد بين شكون وشكون؟ بين الأقوياء والأقوياء وشكون؟ والضعفاء والضعفاء. ما تنساوش قول تاع نيتش، إذا رأيت غريقا يغرق فساعده على الغرق لأنه ضعيف ولا يستحق الحياة. نحى حق الحياة من عند الضعفاء، قال لكم الأخلاق من صنع الضعفاء. إذا رأيت غريقا يغرق فساعده على الغرق لأنه ضعيف ولا يستحق الحياة. أخلاق عن نيتش نقولها ونكررها في كتابي هكذا تكلم زرادشت، بين لنا بلي الأخلاق جابوها الضعفاء باش يتحكموا في الأقوياء. دوك انا ضعيف ما نقدرش نعيش معاكم، واش نقول لكم؟ معليش معليش نعيش معاكم جماعه باينة بالليله. دوك انا نعطي مثال اخر، دوك انا استاذ دخلت في القسم صرت استاذ تلاميذ فوضويين، ما ندخلش لهم نقول لهم السلام عليكم تلاميذي من فضلكم اسكتوا السلام عليكم. تبع معايا اللي عجبوا الحال عجبوا، اللي ما عجبوش يتفضل برا، اللي يحترمني نحترم. شوف كيفاش شويه قوة مليحة، هذه الفكرة تعمل تاع فريدريك نيتش وين آمن بيمن بالقوة. ما تنسوش تحكيوا لنا ثانيك على الرأسمالية وين قسمت المجتمع إلى طبقة الطبقة البرجوازية والطبقة شكون الكادحة. الطبقة البرجوازية وش عندها؟ عندها رؤوس الأموال، عندها وسائل إنتاج، عندها الأملاك. دعوا يعمل دعوا يمر. الطبقة الذهبية، الطبقة التي تملك وسائل إنتاج، شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية في النظام الرأسمالي. الطبقة الكادحة، الطبقة العاملة، الطبقة التي لا تملك سوى ثمرة يومها، عندهم غير الخدمة مساكن. وبالتالي الطبقة البرجوازية أفضل من الطبقة الكادحة عند المجتمع الرأسمالي. تروح دوكا تالي البنكة تقول لهم سلفوا لي 500 ألف يتيروا عليك. يروح واحد عنده الدراهم يقول لهم سلفوا لي 500 مليار يعطوله، على هو يعطوله تما يعطولكش، باسكو كاين تفاوت اقتصادي من منطلق الرأسمالية. لكن ما يعاب على هذا الموقف أنه التفاوت أصبح مبررا للظلم والاستغلال والعنصرية، ولات الناس تسغل في الناس. صح ولا لا؟ الظلم العنصرية جماعة كعنصرية البيض والسود في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق جنوب آسيا جنوب إفريقيا عفوا، مثل ما شفنا عنصرية الأفارقة والمسلمين في فرنسا. شتوا لي جوار تلك حالش لما يكون يلعبوا مباراة كرة قدم يسبوه يخرج يبكي، بالوتي اللي خضرة، إبراهيموفيتش خضرة. لاحقت الفكرة ولا لا؟ لا العنصرية صح ولا لا؟ والناس نلقاوهم يتفاوتوا على ناس وحد أخرين. العدالة أصبحت مزيفة شيخ. وش معناتها؟ وش من العدالة بقات لما نعطوا حقوق الناس؟ وما تخيل يماك تحب خوك الكبير وانت ما تحبكش، باينة بلي بعدي كتصرى مشاكل. سما لازم تكون كاينة مساواة. برضه هيجل برر الاستعمار ولا بون ماشي هو جاب الاستعمار انما برر. سما هذه السلبية سما نورمال الناس تحتل ما ديك تقول لك هيجل قال. قلنا حتى نيتش ردنا شنو وفق القانون الغائب من القوية كل ضعيف. حتى فلاسفة اليونان امثال ارسطو افلاطون هذه افكار مرتبطة بافكار اليونان، وهذه افكار شنو قديمة جدا. والرأسمالية هي مجرد خطة برجوازية من أجل الاستحواذ على رؤوس الأموال. ليظهر موقف ثاني، موقف شيشرون يآمن بيمن بالمساواة. وهاك قول أحافظ من فضلك، ليس هنا الناس سواء، الناس سواء
وليس هنالك شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان. ما كاش حاجة تشبه الحاجة كما الإنسان يشبه الإنسان. لنا عقل ولنا حواس، وإن اختلفنا في العلم فلنا القدرة على التعلم. صافي دير بابلي أنا نعرف فلسفة وانت ما تعرفش فلسفة، يسمى نحبان ونقول لك انت أزرق اللون ما تعرفش. استخدم عقلك إنه مجاني. ناشي مختلفين، حاب يقول بلي نحبروا بعضنا بعض. مي واقعيون في حضارة اليونانية وش قالكم؟ قالكم أفضل خطة ولا أفضل منهج لبناء مجتمع منظم هو المجتمع العادل. أين المجتمع يوزع نفس الحقوق على نفس الأفراد بنفس الواجبات؟ أوكي؟ حتى مجمع نسينا حاجة أهم مهمة جدا، الإسلام. قبل ما نحكو على الإسلام، قلنا مثال هنا، شكون هو الموظف العادل؟ هو الذي يعامل جميع الزبائن معاملة واحدة. تروح البلدية تسيب واحد عادل، كيفاش معناتها حب عادل؟ يخدمك انت ولا ولد خالته ولا جاره ولا كاع من الناس كيف كيف. شكون هو القاضي العادل؟ هو الذي يحكم بالعدل. واش معناتها بالعدل؟ بالمساواة. والناس العامية ما تفرقش بين شكون وشكون، بين التفاوت والمساواة. هكذا المساواة اش معناتها؟ يعني كامل الناس سواء، يعني تكافؤ الفرص. جاء الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة دارها حرم الرق. أول حاجة حرم الرق والعبودية والاسترقاق، وينصبنا طبقة تحكم على طبقة بمنطلقة المجتمع العبيد. أوكي؟ كان الناس تحكم فينا، شفناها دارها مع بلال وابن رباح، طيناها في المثال. حرم الرق والعبودية إلى غير ذلك. إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. قلنا ثاني كش قلنا أقربكم لله أتقاكم. نظر الإسلام إلى الحياة نظرة المساواة. كامل نجو كيف كيف، نزيدوا كامل طريقة واحدة. صغير نبكي، ما عندك آسف بابك خيلك آسف، مع التالي راح تروح ثانيك راح تموت موتة واحدة. فلماذا الاستغلال؟ ولماذا العنصرية؟ ولماذا الشر؟ سم الإسلام يقول لك بلي نهارين ندفنوك حين ندفنوك وحدك. سم انتايا وكامل الناس كيف كيف سيبو. سم نشتركوا في الوجود وفي المصير. مادام نشتركوا في الوجود كي جينا وفي المصير فحنموتوا، كامل حنموتوا بطريقة واحدة، وكامل جينا بطريقة واحدة اسمها أوتوماتيكمو راح تكون شنو؟ مساواة. أحكي له على آيات قرآن، أحكي له على أحاديث نبوية تاع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وأعجمي. أعطي له مثال، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أعطي له وأعطي له الإسلام. فلسفة العقد الاجتماعي، هنا تحط الستيلو وتسمع. شيخ علاه سميناهم فلسفة العقد الاجتماعي؟ اسمعني من فضلك، سميناهم فلسفة العقد الاجتماعي لعدة أسباب، من بينهم اسمعي مليحة، فسميناهم فلسفة العقد الاجتماعي. علاه؟ يقول لك انتقلنا من وجه لوجه مينا السياسة، عفوا نحب شنو ندير، مينا انتقلنا من الحياة طبيعية، اسمع معنى الطبيعية، إلى السياح السياسية. نسمع وش معنى شيخ فهمه، وش معنى انتقلنا من المرحلة الطبيعية للمرحلة السياسية؟ يعني هنا نقصد به قانون الغاب، القوية كل الضعيف، والسياسة قانون. سمعتوني؟ صح. وش من الحاجة اللي خلاتنا ننتقل من السياسة الاجتماعية؟ هذه الفكرة الأولى. دوزيام، وش من الحاجة خلتنا ننتقل منه؟ هو شكون؟ هو العقد. فهمتوا؟ اسمه وش من الحاجة اللي العقد الاجتماعي؟ وش من الفرق؟ اسمع مليح، وشنو الحاجة اللي خلتنا ننظمه؟ سيبين شكون؟ العقد. اسمه وش يقولوا هادو؟ هوبز، جون لوك وجون جاك روس. وش يقولوا بين ثلاثة؟ يقول الإنسان كان يعيش سيئة طبيعيا، وما ذيك تنتقل من السياسي. وش من الحاجة اللي خلاته ينتقل من الطبيعي للسياسي؟ سيبين العقد. على جل هذه يسمون فلاسفة العقد الاجتماعي. والهدف زي ثلاثة، والهدف من العقد، الهدف البيت على العقد شنو هو؟ وشنو هو الهدف؟ بارك الله فيك، تحقيق المساواة. وشنو يجمع عرض بالك العقد؟ شوف جهوبز وجون لوكوروس يقولوا باللي انتقلنا من الطبيعة للسياسة، يقولوا باللي العقد الاجتماعي هو اللي نظمنا، يقولوا باللي الهدف هو تحقيق المساواة. بالصح، عقد هوبز وعقد جون لوك ماشي كيف كيف، الهدف تاعه واحد، الهدف واحد هو المساواة، والعقد هو الصح، وانتقلنا من الطبيعة للسياسة. ايه بالصح، عقد هوبز ديكتاتور. وش معنى الديكتاتور يا جماعة؟ حب يقول باللي عطى الحقوق الافراد تاع
تنازلوا على جميع حقوقهم لصالح الحاكم، طولوا حق الحياة، حق الملكية، طولوا كلش، وبالتالي الفرد ولا ما عنده حتى حقوق. شكون اللي عنده حقوق؟ هو الحاكم. وبالتالي الفرد لي الحاكم ليس طرف، تسمى عنده هوبز او يبرر النظام الديكتاتوري. سمعتوني؟ تسمى الفرق جون لوك لا عقده شنو ديمقراطي. شيخ واش معناتها الديمقراطي؟ حاب يقول بلي الحاكم نقدروا نحوه وقت ما حبينا، ونقدروا نديروا له نبدلوه وقت ما حبينا. تسمى الفرق بين عقد هوبز وعقد جون لوك في البنود، بصح في الاهداف كيف كيف. في ثلاثة يقولوا انتقلنا، في ثلاثة يقولوا باللي العقد اجتماعي، في ثلاثة يقولوا حق المساواة. برك باش هوبز كيفاه جسد المساواة، وجون لوك كيفاه جسد المساواة، ماشي كيف كيف. المهم جون لوك يآمن بمن؟ بالمساواة. ينبغي على كل فرد أن يتميز بحقوق على قدم المساواة مع أي شخص آخر. أوكي، الاشتراكية. باش شو معنى الاشتراكية يا شيخ؟ الملكية العامة لوسائل الإنتاج. وين كارل ماركس دار ثورة ضد شكون؟ ضد الرأسمالية. سما نقل الاشتراكية وشكون؟ هو الرأسمالية. بس كون جات الرأسمالية هي الأولى، شكون جا كردة فعل؟ وجا الاشتراكية. يا عمال العالم اتحدوا، فلن تخسروا إلا القيود التي تكبلكم. لقد دعا كارل ماركس إلى القضاء عليهم على الرأسمالية. علاش الرأسمالية جدتنا؟ دارتنا الطبقية، طلعنا مجتمع برجوازي، مجتمع طبقة كادحة، وبالتالي الطبقة الاشتراكية حبت وشنو تقضي على طبقية وعلى العنصرية وعلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. سما كي تهضر لي هذا المقال، تهضر لي على التفاوت، ها هم تهضر لي أفلاطون، أرسطو، هيجل، نيتشه، الرأسمالية، تحكي لي هنا وشنو على شيشنو على الرباقيون على الإسلام على العقد الاجتماعي الاشتراكي. هيا النظام الاشتراكي لقيناه في الاتحاد السوفيتي، اللي كان من بين أهم المعسكرات في الحرب الباردة. هذاك وسقط، وانا جاي نحكي لكم عليه. أول حاجة من عيوب المساواة شنو هي؟ قتل الإبداع والتجديد. في المجتمع اللي آمن بالمساواة واللي ما كاش الإبداع، شفتوها في الليسي، يدخل الأستاذ كاره حياته، يدخل شهار يخدم مليح يخلص، ما يخدمش مليح يخلص، ما يخدمش مليح ويخلص. فهمتوا كيفاش؟ يخدم مليح يخلص، ما يخدمش مليح يخلص، ما نخدمش مليح ونخلص. قضاء تعليمنا على الإبداع والتجديد، نشر اللامسؤولية، اللاوعي، الكسل، الخمول، كلش في المجتمع الأمن في الاشتراكية. كل الدول الاشتراكية سقطت، من بينهم شكون؟ الاتحاد السوفياتي. المساواة تحمل معنى الظلم. أتخيل معايا أنت جباك بعشرة، وهذا جباك بعشرة، جباك بستاش، ما جاش تلاقى في جامعة واحدة، أليس ظلم؟ وبالتالي الظلم هو أن نسوي بين شخصين مختلفين، واحد ماشي مربي، واحد مربي، ونعملهم معاملة واحدة. نحكي لك حكاية الحصان والحمار، احفظها مليح. عندنا حمار وش يدير؟ يحرث. عندنا حصان وش يدير؟ لاكورس. وش صرا في مجتمعي؟ وش درنا؟ تقالبنا الأدوار. بس كنت تفاوت يقول لك إعطاء كل ذي حق حقه. الحمار ما عطينا له حقه، عطينا له أكثر من حقه، عطينا للحمار يدير لاكورس، عطينا للحصان وشنو الحرث؟ خسرنا الحرث وخسرنا السباق. فهمنا؟ كي نعطوه كل واحد ما نعطوش على حساب، كيف المساواة؟ اسمع أنا يا واحد سراق، ولا أنت يا واخد آخر غضب الغضب، كش ما تولي حاجة في المجتمع، تسمعها كاع كيف كيف. ربي اللي خلقنا ما سواش بيناتنا، كيف الدولة تسوي بيناتنا؟ وبالتالي صعيب جدا أن نحقق المساواة بالمعنى الرياضي. رياضيا ما نقدروش نسوي بين أفراد، الناس يختلفوا في الكسب، في المعيشة، إلى غير ذلك. العلاقة هي علاقة تكامل، كيفاش نتكامل؟ كان بزاف يتجاوز، أنا ما نتجاوز في المقالة هذه، ندي إيجابيات التفاوت، وندي إيجابيات المساواة، ونسي نجمعهم في رأي واحد، وهذا ما نظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمح نركب تكامل بالإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام، وش عنده في المساواة؟ أول حاجة في هذا الدرس في التفاوت والمساواة، أول حاجة وش دار؟ أكتب عندك، أول حاجة أقر بالمساواة أمام الأفراد، يعني كامل الأفراد عندهم سواسية في القانون، في العلاج، في كل حاجة، يعني بون هما بكري ما كانش العلاج، فهمني؟ بس أنا فاهم فيك باللي كامل عندنا حقوق متساوية. دوزيامون يآمن بالكفاءة، الرسول صلى الله عليه وسلم كي كان يشاور كاع الأفراد؟ لا كان يشاور غير الصحابة، سما كان يآمن بالكفاءة، كي كان يروح يقصر في الحروب، كان يقصر مع أبو بكر الصديق، كان يقصر مع عمر الخطاب، كان يقصر مع ناس صحابة، أوكي؟ حاجة ثالثة محاربة الاستغلال.
نعاود ونكرر محاربة الاستغلال. المسلم لا يستغل أخوه الإنسان، بالعكس يساعده. استنتجنا في الأخير أن بالرغم من حديثنا عن التفاوت والمساواة، إلى أن العلاقة تبقى علاقة تكاملية نحاول التوسيط بينهما. لا تفاوت مطلق لأنه ظلم، لا مساواة مطلقة لأنها تؤدي إلى لا مسؤولية. إذن نحاول أن نقرب بينهما في وسط، موقف وسطي، أين المجتمع يقدم حقوقا لأفراد المبدعين الموهوبون، الأفراد الذين يسعون إلى العمل والتجديد، بينما الأفراد الآخرون نستطيع أن نبني مجتمع المنظم من خلال إقرار مبدأ شكون المساواة. أوكي، اسمع قبل ما نروح، راني جاي إن شاء الله غير غدوة بإذن الله في فيديو جديد لمن الشعب العلمية، راح نديروا فيها مراجعة للوحدة رقم 2 اللي هي المنهج التجريبي. راح نعاود ونشوفوا أهم الأسئلة اللي يقدر ينطرح. الانستغرام تاعي راه في رابط الوصف، منكم دعمكم ما هو شي الحق يا ناس. وين راكم؟ رانا في أمس الحاجة لكم جماعة. ماذا بينا تابوني في الانستغرام وتكون في اتصال مباشر مع الأستاذ. ما نقدرش نحط لك المقالات هنايا، نحطهم لك في الانستغرام هكذا، رانا نصوروا فيهم، رانا نوجدوا فيهم. بروف مبارك فيلو، تلاميذ الأفاضل، إن شاء الله نكون عاونتكم، فرحونا بالبكالوريا، العالم يلهو ونحن نعمل. شكرا.